مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، وانا جد سعيده انني اليوم غنجري حوار مع جوج الوليدات غزالين تبارك الله. امل غنيه عن اي تعريف، الناس اللي كيتبعوا تيك توك راه معروفه في تيك توك، ياك امل؟ عندك المشاهدين، عندك المعجبين، عندك كلشي في تيك توك، ياك تشهرتي فيه. مازال غنتكلموا على هذا السر ديال الشهره ديالك تما. ومعنا تبارك الله النجم الصاعد في الملاكمه، ياك سي يوسف ودادي ديال بصح. مبروك البطوله، مبقى والو يا ردينا، لا باقي ما لعبتش، عاوتاني غادي نلعب. ماشي انت ان شاء الله، ولا ان شاء الله البطوله ديال الوداد كره القدم، البطوله رقم البطوله رقم هو كان رجاوي ولا ودادي؟ كاز على 21. انت كنتي رجاوي، دابا انت ودادي ولا رجاوي؟ ودادي. ياك شكون كيفاش اختاريتي الوداد؟ زوين تلعب حسن وراجل، ياك دابا انت ودادي. وانت يا امل؟ انا ديما حمراء. انت ديما حمراء تبارك الله، كتفرجي في الماتشات؟ يلا ناخذ بعدا الميكرو امل قبل ما تعطينا الوجبه ديالك اللي عارضه على صحاباتك. لا نهضروا بعدا مع امل شويه، نتعرفوا على امل شكون هي. سلام امل. سلام. عواش مبروكه، الله يبارك فيك. امل انت مشهوره بزاف في تيك توك، ياك كيفاش تشهرتي؟ تيك توك شنو كديري في تيك توك؟ واش ناخر؟ كنغني. واش ناخر؟ صافي صافي. وبزاف الناس كيديروا لك جام. شحال تقريبا ديال الناس؟ واقيلا 3. شحال تقريبا وصلت؟ اعلى فيديو عندها دار 2.5 مليون ديال المشاهدات. اعلى فيديو عندك امل دار لك 2.5 مليون ديال المشاهدات. عرفتي شنو هي 2.5 مليون؟ شحال دار لك اعلى فيديو؟ 2.5 مليون. 2.5 مليون ونص. شي تبارك الله الطفوله كاع ما كيهتموا بالمشاهدات، هي بركه غير دير فيديو وتضحك فيه وتبان فيه، بارك عليها. امل كيتصلوا بك الناس، كيتلاقاوك الناس، كيعرفوك في الزنقه، اش كيقولوا لك؟ كثير لاباس كيقولوا لك كنشوفك في تيك توك، ياك نعطيو الميكرو لخوك يوسف. خذ الميكرو. كي جاتك الشهره ديال اختك في تيك توك؟ متبعها؟ ما متبعهاش. علاش؟ انت على الرياضه، انت دابا كتلعب البطوله، ياك وقيلا والو شاتو قوي، عاد بداوها غتشارك فيها، ياك فريق الوداد. ودادي. ياك الملاكمه شنو الحلم ديالك؟ نولي بطل مغربي ان شاء الله، ياك وتشارك في مباريات عالميه، ياك علاش ضحكتي؟ كلشي عند الله قريب. والقرايه كي غادي في القرايه؟ شويه 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 شويه. والرياضه مزيان. القرايه شويه والرياضه مزيان، حنا بغيناك تكون مزيان فيهم بجوج، ياك يوسف؟ اليوم نشوفوا امل اش موجده لكم، اش غتوجد لكم امل؟ لا شوفوا يوسف بعدا طاجين. طاجين باش عمرك دقتي ماكلت امل؟ اول مره قولي لي. اول مره غتدق ماكلتها. ايوا عطي الميكرو لامل. امل دايره خيلوطه، ياكي اش دايره؟ اللحم الطاجين. لما ندير هذا اللحم على من عارضه؟ ماما لكتير ولا هاد الجوج. شكون هما هاد الجوج؟ صحابات اختك، ياك واخا. وشنو غديري لنا؟ شد ليها يوسف الميكرو عافاك. يلا شنو غتقدمي لنا دابا؟ كيفاش غطيبي هاد الطويجين؟ انا متاكده ان الطاجين غيكون بنين. اش غنديرو في الاول؟ هذا. اشنو هو هذاك؟ هذا اللحم. يلا حطيه، ديري اللحم. هذه رجل الدين. قولي بسم الله. لا امل من الناس المشهورين اللي ما كيقربوش للكوزينه، لا والو، هي كتعرف غير تشطح وتغني. صافي. قادين قاد مزيان. بارك عليك جوج طريفات بارك عليك. شي هذا على صحاباتها بزاف كي غيطيب هي. واشنو غنديرو عاوتاني؟ هذا شنو سميت هذاك؟ هذاك هذا البزار. يلا ديريه ماشي هكا كنديرو بالمعلقه. خدي معلقه عاد كي غيجي الطاجينه عاد تاخذ شويه. شوفي هكاك ديما عمل. العام اللي فات درنا خلوطه مع الاولاد طيبوا الطاجين بالبرقوق والبيض مسلوق كالعقلين. نشوفوا امل ايه داك الزيت. هذا شنو هو هذاك؟ هذا الحرقوم. الحرقوم يلا ديري الحرقوم. ياه كديري فوق اللحم ياك؟ علاش كنديروه فوق اللحم؟ حيت كيجي زوين. اييه غنديرو هذا. شنو هي هذيك؟ ملحه. اييه طونسيون طونسيون غيطلع. زيدي ثاني. شحال ديري ثاني؟ وهذا سميتو هذاك؟ هذا ما عرفناهو. سميتو؟ هذا ما عرفناهو. الزعفران. اييه الزعفران. هدي بيديك وديري. هذاك ما كنديروش معلقه. هي تبارك الله شحال الزعفران دارت. عارفه دابا الزعفران امل. امل عارفه شحال كيتباع الزعفران؟ هو اللي درت. انت تاخديش يكون من تليمين. هي خصك تاخدي شي واحد من تليمين باش ما عرفتي. دابا شحال درتي ديال الزعفران؟ درتي واحد 30 درهم ولا 50 درهم ديال الزعفران. وهذا هو الطاجين. هذا هو الطاجين. هي واش كنديرو اخر ثاني؟ الزيت. يلا خدي هنا كبيه بشويه. كبيه بشويه من الفوق. شويه من الفوق من الفوق من الفوق. فوالا ديري شويش. والطاجين هو الطاجين. لا هو البنه بعدا الزعفران الحر اللون والبنه واللحم غيكون محمر. داكشي هو هذاك. يلا بركه برافو عليك. امسحي يداتك. اييه واش صافي وغنحطوه بحال هكاك. المهم انا غنسول وجاوبيني. ما باش ديال القزبر ومعدنوس شويه السمان شويه داكشي. ما كديريش يا امال؟ ها هو ها صافي هادشي هو باش كطيبي. دات كاع ديال الزعفران الحر بركه. صافي دات الزعفران الحر غني على كلشي. صافي اش غديري من بعد هاد الطاجين؟ غنطيبو. فين غديريه؟ تماك. فين تماك؟ اسميت تماك؟ البوطه. البوطه واخا يلا ديريه البوطه. هز تهزو ماماك ولا تهزي نتيا؟ نتيا وبلاتي هبطي من الكرسي. غتهزو لها صاحبتها. يلا هزاتو تبارك الله. يلا حنا نتسناوك. غسلي يدك واجي نتسناوك. يلا سير كملي الهضره. يلا صافي غير جلسي انتي دير مع طاطاك. يلا صافي دابا فين درنا الطاجين؟ في البوطه. ياك اش غيدير الطاجين في البوطه؟ غيطيب. يلا قرب ليها. فين درنا الطاجين؟ علاش درنا الطاجين فوق البوطه؟ حيت باقي ما طاب. وباش غتخضريه لينا؟ هذاك محمر. قرب ليها الميكرو. هذاك اللحم محمر اش غديري معاه؟ شنو غديري معاه؟ غتخضريه. سولي ماماك. بطاطا. لا اللحم محمر. يوسف واش غنديرو ماما؟ ديري فيه زبيب ولا برقوق ولا شنو ديري معاه؟ المشماش. شنو بغيتي ديري معاه؟ المشماش والبرقوق. ايوا صافي هذا خدت خويسك زبيب. انا والزعفران الحر صدام مع داكشي كامل. زعما تهلاط فيك زلات لك زعما عا داكشي نيت. داكشي الواعر. ديري فيه الزبيب وشنو اخر؟ والبرقوق. وشنو اخر؟ ياكي والزبيب والمشماش. وكيفاش كتوقعي هاد الطاجين كي غادي يجي؟ غيجي لذيذ. اول مره غطيبي ما عمرك طيبتي. ديما كديري خيلوطه ولا اول مره؟ اول مره درت خيلوطه. ياك علاش ما كديريهاش؟ كنت صغيره. علاش ما كديريهاش؟ ملي كنت صغيره. ياك ودابا انت كبرتي. دابا اللي كبار ما يديروش خيلوطه. علاش؟ انا باقا صغيره. ولا واش كتحشم مفتاح شمالنا اليوم؟ لا كندويها خلا بحال غاجيها شي واحد يخطف فيها. لا هي مبغات تجوز. نو كانت باغا تزوج، كانت كتموت على واحد الولد كبير عنده اللحيه. لا لا هي ديك المره قالت لي انا ما باغاش نتزوج. ياك تقبط الميكرو مزيان ياك امال مال شنو بغيت نتزوج. علاش بغاتي هي تكون مشهوره ياك بغاتكم مشهوره وتلبس صيد قصار والشرطه تدير المكياج والسبايغ شي بغيتي ياك ما بغيتي تتزوجي صافي ما عندك ما ديري به ياك. ايوا نديرو شنو كديري؟ عطينا شي حاجه كديرها في تيك توك على ما يطيب داك الطويجين. هزين زين يا راه هزين زين رباطي هزين زين لونو شكلاطه هزين عمرو ما يدير لك. العزيز على ميتو عمرو ما يدير لك ياك عمرو ما يدير القبض. اي والله وتبارك الله راه ما كاين ما عزم من على كل شعب هو يدير ما يدير ما يدير القبض. غني لنا اغنيه اخرى غير لا غنيتها ليا دابا لكن هذه راه كنتي تحي عليها واحد الاغنيه الله غنيتها. والديك انت والديك انت ما بغاوك ليا ويلي ويلي ورانا كنبغيك حبوا نموت عليك والمحكمة حكمت نارك ما رحمت عوجوك عليا والديك تا ما بقاوك ليا. تبارك الله عليك تبارك الله عليك جاتها إكرام العبدية تبارك الله عليك. تحية لإكرام العبدية ياك. صافي دابا نمشيو جاتها إكرام العبدية صافي دابا هادي أغنية ديال آمال ياك. دابا الشلحة الشلحة شليحة ياك. كتغني بالشلحة آمال؟ لا كتغنيها بالعربية. إوا مادام تي شلحة راه خصك تعلمي شي أغنية ديال الشلحة ودير لنا في التيك توك باش كاع الشلوح يديرو ليك جام ياك. ماماك شنو تقولي لماماك؟ هيا معنا ماماك شنو تقوليها في هاد العيد؟ مبارك العيد ما تمنيتي ان شاء الله. ياك انتي شتي قالت لك باش ما تمنيتي. عزيز عليك ماماك عزيز عليك باباك ياك ضروري كديري لهم شي كادو كتوجدي لهم كادويات. اش كتعطيهم؟ نعطيهم كادو نعطيهم ريحه. امتى جبتي ليها الريحه؟ ما عقلتيش انت جبتي ماماك ريحه. يوسف قال لا ياك. يوسف كتجيب لي الكادوات للدار؟ دير الميكرو دير الميكرو عندك يا يوسف. تجيب لي شوف اش كتجيب؟ كادو لمن كتجيب؟ ماما. اش كتعطيها؟ الريحه ياك تجيب لها البيبي ديالها وتعطيها لها هذاك هو الكادو. هي صغيره عندكم؟ لا عندها صغار منا ياك عندها صغار منا. عزيزه عليك اختك صغيره بزاف؟ وليد عندها وليد خوك صغير عزيز عليك. ما غرتيش ملي تولد؟ ايوا برافو عليك. شي انت داكشي باش قالت لك راه كبرات قالت لك هي كانت كدير خيلوطه ما بقاتش كدير خيلوطه. يلا دابا المشاهدين يلا غيتعرفوا عليك وغيتبعوك ان شاء الله في تيك توك. اش بغيتي تقولي لهم؟ هما دابا كيشوفوا فيك قولوا تدخلوا تفرجوا فيا تيك توك. اش كديري؟ قول لهم كندير حوايج زوينين. شنو كديري انت في تيك توك؟ كنسطح وكندير موسيقى وكندير كلشي وكتغني. ولكن دابا مع الطاجين غتولي ديري حتى الطبخ ياك. غتولي ديري وصفات وشكون كتعجبك تقلديها كدوي بحالها؟ سحليفه عزيز عليك سحليفه ياك كتقلديها بغيتي تكوني فحالها. واخا امال ما عمرك مثلتي ما عمرك؟ لا ياك بغيتي تكوني فنانه. دخلات ماماك المسرح ولا مازال؟ هذيك هادي لا قالتها يلا غديك ياك يلا غديك بغيت تمثلي شنو غتمثلي الدور ديالاش مع من غتمثلي مع ولد الشرقي كتموتي على ولد الشرقي ياك باغا ديري تمثلي مع ولد الشرقي وان شاء الله ان شاء الله دابا تمثلي مع ولد الشرقي والطاجين كاع ما طليتي عليه كيبقى الطاجين يلا هو شو حطاتو درتي لي بعدا الماء قديتيه يا صاحبتي تكلفتي باقي ما قديتي والو باقي مديتيه باقي ما درتي لي الماء وغيتحرق ولكن طيبو كيف ما بغات هي المهم حنا ما علينا الا غناكلو باينه غيكون بنين لحقاش اللي ديدين ديالك اللي داروا التبزيره ياك دارت تبزيره وحكات عصا وحكات نيفه ماشي مشكل ماشي مشكل يد الفلاح نقيه يد الفلاح نقيه باش نختموا امال شي كلمه بدي قولي اليوم كنموت عليكم كنموت عليكم كنبغيكم كنبغيكم شكرا لكم شكرا لكم ما تنساو تدخلوا تتفرجوا فيا في التيك توك تدخلوا تتفرجوا فيا في التيك توك الا وقف ديري شي شطيحه الله يعطيك الصحيحه ناضي وقفي في الكرسي هذه الساده عطاي مريامه يلا موعد شنو كتعملي انت موعد عندك كيطيح بها الكرسي الله غتكون حقه واعره لا لا غناش طيح يلا شكون كيقول لك معاد هزين هزين يلا هزين زين رباطي هزين لونه شكلاطي وليد عزيز على ميمتو عمره ما يسخص عمره ما يسخص مشى للقبص ولا يسخف دابا تبارك الله عليك. إذا المشاهدين كنا مع أمل اللي مشهورة في تيك توك وأعلى فيديو كان عندها 2.5 مليون تبارك الله. كان معنا كذلك يوسف البطل إن شاء الله المغربي القادم بإذن الله.